ها نحن لدعائك سائلين ولاستجابتك راجين، استجب دعاءنا في ليلتنا هذه أجمعين، ولا تردنا عن جنابك خائبين. اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن. اللهم اهدنا فيمن هاديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد على كل حال. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحمنا واغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا واغفر لنا بالقرآن. اللهم ارحمنا واغفر لنا بالقرآن، واجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مونسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسنامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم تقبل منا ختم القرآن في هذه الليلة المباركة، واجعلنا لختمه من الفائزين. اللهم اجعلنا لختمه من الفائزين، ولدوامه حائزين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم تقبل منا صيام رمضان وقيامه، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير العمل، وخير الثواب، وخير العلم، وخير النجاح، وخير الحياة، وخير الممات. اللهم ثبتنا وثقل موازيننا بالحسنات، وحقق إيماننا، وارفع درجاتنا في المهديين، وتقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا، واغفر لنا خطايانا، ونسألك العلى من
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا توباتنا ومحص ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاصيا إلا هديته ولا ضالا إلا أرشدته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا مبتلا إلا عافيته ولا عدوا إلا خذلته ولا باغيا إلا قطعته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها يا رب العالمين. اللهم حقق رجاءنا ويسر أمورنا واشف صدورنا ولا تجعل في قلوبنا غلا لإخواننا ولا تجعل في قلوبنا غلا لإخواننا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأقاربنا وأصدقائنا ولجميع المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اجمعين. اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم اشفهم شفاء عاجلا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأقاربنا وأصدقائنا وجميع المسلمين من النار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا
إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل المسلمين. اللهم كن لإخواننا المسلمين والمسلمات المضطهدين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم كن لهم وليا ونصيرا ومرشدا وظهيرا. اللهم خفف ألمهم واشمل كسرهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وانصرهم على عدوهم يا عزيز يا جبار. اللهم قو عزيمة إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، اللهم قو عزيمة إخواننا المرابطين في المسجد الأقصى المبارك، اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على عدوهم بنصرك العزيز يا قوي يا عزيز يا قوي يا عزيز. اللهم طهر المسجد الأقصى المبارك من دنس المعتدين والظالمين الذين يعتدون على حرماتك في شهرك هذا المبارك. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا مطمئنا وسالما بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين والمسلمات. اللهم احفظهم من كيد الخائنين، اللهم احفظهم من كيد الخائنين. اللهم ارزقنا الأمن والسلام والطمأنينة والأمان والسكينة والوئام. اللهم هب لنا من كل الخيرات والنجم النعيم والبركات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في المسؤولين على المساجد، وبارك في علمائنا ووعاظنا وأهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك والقائمين على هذا المسجد المبارك، وبارك لنا في شباب حينا المتطوعين وفي المحسنين والمحسنات. اللهم قد سخروا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم في سبيل خدمة المسجد وأهله وخدمتهم القيم الدينيين ولحفظة القرآن من نظافة وفراش وتوفير الماء وإطعام الطعام لإخواننا وأخواتنا في هذا المسجد المبارك. اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم، اللهم تقبل منهم أعمالهم واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم أخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم في سبيلك، اللهم أخلف عليهم ما أنفقوا من أموالهم في سبيلك. اللهم من أوصانا بالدعاء استجب لهم دعاءهم في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين، استجب لهم دعاءهم في هذه الليلة المباركة يا رب العالمين. اللهم حقق رجاءهم ويسر أمورهم واقض حوائجهم. اللهم بارك لهم في تجارتهم وفي أعمالهم وفي أسرتهم وفي حركاتهم. اللهم بارك لهم في أهلهم. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وأصلح ذريتهم. اللهم من كان منهم أعزب اللهم ارزقه الزواج الصالح يا رب العالمين، ومن كان منهم عقيما اللهم هب لهم ذرية طيبة صالحة لكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر من وليتهم أمورك وأمور المسلمين أجمعين. اللهم بارك فيهم وأعنهم على نصرة دينك يا رب العالمين. ملك بلاد محمد السادس اللهم احفظه بحفظك وبعينك التي لا تنام. اللهم ارزقه بطانة صالحة
تعينوا على خدمة البلاد والعباد والدين. اللهم انصره بنصرك العزيز، واشدد أسره بولي عهده الأمير مولاي الحسن وسائر أسرته يا رب العالمين. اللهم اجعل خير عمرنا آخره، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم ارزقنا النظر إلى وجهك الكريم، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعلنا في موقف القيامة آمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا